قد تراه تشوها أو أن إشعاعاً نووياً أصابها. هذه الأفخاذ والأرجل الضخمة هي سر تميزه وسعادة مربيه. لحمه يهدى للملوك وأرجله طبق الأثرياء. ثمن الدجاجة الواحدة قد يصل إلى 2500 دولار. دجاج التنين سلالة من أغرب السلالات وأندرها في العالم، لا يوجد إلا في مقاطعة دونغ تاو في ضواحي العاصمة الفيتنامية هانوي. هذا المظهر المتثاقل كنز للمربين الذين يحتاجون خبرة في رعاية هذا الدجاج. تكاثره قليل، فاحتضان البيض صعب بسبب ضخامة الأرجل. المحظوظ منهم من ينتج بين 500 و700 دجاجة في العام، 5% منها فقط من تحظى بلقب دجاج الملوك وأن تكون كنزاً بآلاف الدولارات. فالمواصفات المطلوبة كثيرة، الأرجل الممتلئة ليست وحدها المقياس، فهناك القوام والوقفة وشحمة الأذن ولمعة الريش. يغسلون أرجلها بنقيع الشاي والملح ويعتنون بها كما لو أنها في صالون تجميل، وتخضع لنظام غذائي خاص غني بالبروتين. وزن الدجاجة الواحدة قد يصل إلى 6 كيلوغرامات، خمس هذا الوزن في الرجلين التي تتهافت عليها المطاعم الفاخرة لتقدمها كطبق مميز. الكتكوت من هذا الدجاج يحتاج إلى سنة من الرعاية ليصبح قابلاً للتسويق، وكلما زاد عمر دجاج الملوك أو التنين زادت مزاياه وتضاعفت أثمانه. قد يحصد هذا الدجاج ذهباً لمربيه في مسابقات الجمال الخاصة إذا ما توج باللقب. سمعة دجاج دونغ تاو وثمنه الباهظ فتحا شهية المهربين، حيث ضبطت مطارات عدة حول العالم كميات من بيوضه الموضبة بحقائب خاصة وبقيمة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات. قد يخطر في ذهن أحدهم، ماذا لو نظر من اكتشف هذه السلالة قبل 100 أو 200 سنة إلى هذه الأرجل على أنها نتاج مرض أو فيروس بدل أن يهديه إلى الملك؟ الصورة الآن مختلفة، ولا يقبل أهالي دونغ تاو أي رواية تبدد ثروتهم بكنز الريش هذا.